انا ما نكذبش عليك، انا كديك الساعه جالسه مع صحاباتي، خرجت باش نشد طاكسي، باري البوليس مدخلين الدريات والدراري، قلت لهم انا باغا نطلع وانا ندفع البوليس، ضربت الكاميرا ديال الصحافه باش زعما نطلع صحه باش ما يصورونيش. وانا نطلع ونقول لهم طلعوني، وصلت جيت واحد الشارع وما يحطوني تما ويقول لي هبطي في حالاتك. وعلاش كنتي باغا تطلعي؟ علاش كنتي باغا؟ غير طلعت لي عندك طلعي، حتى انا كنت باقا معطيه المخدرات داك الساعه. المدينه القديمه كامله كتمدهزك يقول لي هين طلعني هين طلعني هين طلعني، يعني اعتار يعني بزاف في المدينه القديمه كلشي ولاك عارفني. متابعين قناة أشواق تيفي، مرحبا بكم. اليوم معنا الأخت هند، هند اللي هي معروفة عند المغاربة كاملين. أنا غادي نسميها هند طلعني، علاش؟ لأن كانت انتشر لها واحد الفيديو في مواقع التواصل الاجتماعي سنة 2016، كان ليلة رأس السنة، وكانت كتقول واحد الشرطي او رجل امن طلعني للستافيت حيت انا بغيت نطلع ونديكلاري. اليوم معنا الاخت هند، جينا باش نعرفوا الحياه ديالها ونتعرفوا عليها ونعرفوا شكون هي هند طلعني بالضبط. السلام عليكم، انا هند ريضه، كنسكن في المدينه القديمه. انا ديك ديال طلعني، انا ديك الفيديو انا اللي عرفوني ديك المغاربه ديال الفيديو ديال طلعني نهار اللي تلح في راس العام ديال 2016. قول لنا الاخت هند، كيفاش جات هذاك الفيديو؟ كيفاش شنو الاحداث الملابسات ديال انا ما نكذبش عليك، انا كنت ديك الساعه جالسه مع صحاباتي، خرجت باش نشد طاكسي، باري البوليس مدخلين الدريات والدراري، قلت لهم انا باغا نطلع. من دخلت لتما ما بغاوش يدخلوني، ما بغاوش يقبلوني، انا قصدكم الكوميسير الاخر قال لي خرجي في حالاتك، ما يمكنش انا ندخلك شي ما دايره حتى شي حاجه. وانا ندفع البوليس، ضربت الكاميرا ديال الصحافه باش زعما نطلع صحه باش ما يصورونيش. هي من دفعت البوليسي وانا نطلع ونقول لهم طلعوني، وصلت جيت واحد الشارع وما يحطوني تما ويقول لي هبطي في حالاتك. وعلاش كنتي باغا تطلعي؟ علاش كنتي باغا؟ غير طلعت لي عندك طلعي، حتى انا كنت باقا معطيه المخدرات داك الساعه. يعني ديك الساعه كنتي مخدره داك الشيء؟ علاش مخدره؟ دابا عفا الله ما بقيت كندير والو، وليت وليداتي الحمد لله. دابا غادي قولي لينا وقربي الناس شكون هي هند ديال اليوم، خلي دابا هند ديال 2016، شكون هي هند ديال اليوم؟ هذه هند ديال اليوم تبدلات بزاف، ولات عندي ثلاث الوليدات تبارك الله، وبدلت الحياه ديالي والعقل حتى هو تبدل. اذا الاخت الهند اليوم عرفنا بانك انت تزوجتي ولاتي ثلاثه الوليدات تبارك الله، ولكن قولي لنا هذاك الفيديو اللي دار ضجه في مواقع التواصل الاجتماعي، اشنو بدل في الحياه ديال هند؟ انا ما كذبش عليك، انا ما كنت كاع معوله عليه، يعني انا ما كنتش معوله هذاك الفيديو، وانا اللي كيوريني تقول لي طلعتي بزاف بالنسبه سميتو، يعني ديكومونديتي بزاف تشارتي. ايوا صافي. شنو تبدل في الحياه ديال هند؟ والو. انا تبدلت بزاف، ولات وليداتي، صافي جمعت راسي، المخدرات تحيدتهم الحمد لله، حيدت عليا كل شيء، صافي دابا انا تايبه الله. يعني الحمد لله الان كلين 100% عفا الله. من كل شيء الحمد لله، كنقاشه كنقش في النافوره، كنترزق على الله على حسب الوليدات، والله يحسن العوان، ودابا انا راه تايبه الله وتبت كل شيء وجمعت راسي والحمد لله. قولي الاخت هند، الزوج ديالك تعرفتي عليه من ورا لا فيديو ديال من ورا هذاك الفيديو بمده عامين وعامين. وكيفاش تعرفتي عليه؟ عرفك باللي انت هي مولات هذيك لا فيديو؟ كنعرفني يعني مولات هذاك الفيديو، حتى هو ولد دربنا، وكنعرف يموت الفيديو ديال طلعني، وانا ما كنتش عارف راسي واش غادي نتشهر هاد الشهره كامله، او من 2016. وكيفاش كدوز هند النهار ديالك؟ كيفاش كدوزو؟ وما كذبش عليك، كندوزو بالحمد لله، عندي وليداتي ما عنديش، كم مره كنمشي نافورة ترزق على الله، مره كاين مره ما كاينش، والله عندي التربيه عندها 5 شهور، وعندي بنيه عندها عاوتاني 3 سنين، والبنيه الاخرى عندها عامين، وليد عنده 4 سنين ونص.
اوكي والاخت هند قولي لنا على لونتوراج ديالك، الناس ديال الدرب ديالكم، واش سمعوا عليك شي سميه بقاو كيعيطوا لك ليها؟ فيما كانت مديزه عندنا حنا المدينه القديمه كامله كتمديزه كتقول هند طلعني هند طلعني هند طلعني، يعني يعني بزاف في المدينه القديمه كلش ولا كعارفني. ما كيقلقكش هذا الشيء ولا كتفرحي ولا ما كذبش عليك؟ ما كنتقلق شويه ولكن ولا دابا عادي، ولا كيجيني عادي دابا، صافي تعودت حتى راه مده 7 سنين دابا. ما كيجيوش الناس بعد ما تيقول لك نصوروا معاك، شحال واحد تيقول لي نصور معاك انا ما كنستقبلهاش، كنقول ليه لا. علاش ما راضياش على ما راضياش ما راضياش هذاك الفيديو؟ ولكن الحمد لله كيقول ان الله غفور رحيم. الحمد لله الحمد لله غفور رحيم، ربي غفر لينا وسمح لينا وحنا تبنا الله الحمد لله. دابا كيف ما عرفنا بان هذيك كانت الكوميساريه ديال الصور الجديد تقريبا كتواجد في المدينه القديمه يعني حدا الدرب ديالكم، شنو البوليس اللي كانوا ذاك النهار باقي كتشوفيهم باقي كيشوفوك باقي معايا؟ كيشوفوني وكيبقاو يضحكوا معايا وكيبقاو يضحكوا تقول لي طلعني فين ما كيشوفوا تقول لي طلعني طلعني وصافي، يعني يعني اي واحد تيشوفني كيحبني وكيبقاو يهضروا معايا ويضحكوا معايا ودرت يعني صافي تشهرت عند كل شيء، ولات كيشوفني كيقول لي طلعني لا بوليس كل شيء. تبارك الله انت يعني ديك الانسان اللي كنا كنشوف في لا فيديو ديال طلعني طلعني ربما كناخذوا على واحد الصوره في شكل، ولكن اليوم ملي عرفناك يعني انسانه يعني عاديه بسيطه هادئه. انا يعني ديك الساعه أنا الله يسمح لي اصلا متواضعه، وكديك الساعه كنت معطيه المخدرات ودابا الله عفى الله وعما سالف الحمد لله ولدت وليداتي وجمعت راسي، والمخدرات ديك الساعه راه كنت معطيه عليهم بزاف، ديك الساعه ما كان عندي لا وليدات لا والو. نسولك علاش كنتي كتعطي المخدرات ولا كيفاش؟ واش حيت كلشي لونتوراج ديالك على الفقر؟ الفقر، ولكن الفقر خاصك فلوس باش تشري المخدرات، اذا ما كاينش الفقر. لا حيت المخدرات اللي بغيتيهم ساهله، ولكن ملي كتبلاي وكتشد فيك البليه ما كاينش اللي كيبقى يعقل عليك في الاخر. يعني هذا ميساج زوين نقدروا ندوزوا يعني للمراهقين الشباب، حيت النوبه الاولى يقدروا يطمعوك يقول لك يعطيوك تكميد ديري ما عرفت شنو يعطوك كل شيء، ولكن نهار ما كيتركب فيك الفيس صافي كتولي مبليه صافي ما كيبقى يعقل عليك حتى شي واحد، كتولي تعطي الحماك الله يسمح لينا. يعني هند ما عقل على حتى شي واحد ملي تبلات ما نكذبش عليك هذا الشيء اللي كاين صراحه راحه، بقيتي هذيك الترقبه مسلكاش كاني تزوج قلت اللهم نتزوج ونتستر ونجمع راسي حتى الترقبه منها والو، وما نفقش ميمتي وداك الساعه بالله كي مات هي مع جواجي مع مات با مع تزوجت انا وجمعت راسي جات التوبه والنوبه مع كل شيء الحمد لله. يعني ربما سيد ربي خذا الاب ديالك ولكن عودك برجل وليدات الحمد لله والتوبه الحمد لله وهذا من رحيم وهذا من فضل الله. اخت هند دابا كنشوفوا بزاف في القنوات كيديروا لي فيديو ديالك باقي المنشورين في مواقع التواصل الاجتماعي لا الانستغرام ولا فيسبوك ولا بزاف يعني المواقع، واش ما كتفكريش ديري انت قناه؟ ما كتفكريش انت؟ انا ما كرهتش ولكن ما عنديش تليفون، انا عندي تليفون صغير فهمتيني، ما عندي لا تليفون ما عندي حتى شي حاجه، انا ما عندكش تليفون فيه واتساب ما عندكش والو؟ انا انسانه بسيطه يعني ما عندي لا تليفون في الواتساب لا حتى شي حاجه، عندي تليفون صغير صافي هذا الشيء اللي نقول لك صراحه راحه. ولكن واش كتفكري ديري قناه ولا ما؟ انا ما كرهتش ندير قناه وانايا ونولي بحال عباد الله وربي يحن عليا انا ما كرهتش اني تعاونوني الناس في النوبه الاولى باش نطلع القناه ديالي الا جاب الامكان ديالكم الله يرحم بها الوالدين. واش غادي تكون اسميه ديال القناه ديالك؟ تكون هند طلعني هين طلعني بصح هذا اسم مثالي هي علاش لا. كنتمنى حتى انايا الناس زعما كاينين ان شاء الله يدخلوا القناه ديالك ويتفاعلوا معك ويفعلوا لك القناه ديالك. اليوم هند شنو كتطلبي؟ حيت انا فهمت انني ما عندكش حتى تليفون اصلا باش غادي تدخلي للكونيكسيون. انا ما كرهتش شي تليفون بعدا باش نفتح سميتو داك الساعه القناه ديالي وداك الساعه ما يكون الخير ان شاء الله. وشنو المحتوى اللي غادي توعدي به الناس؟ شنو غادي يشوفوا؟ يشوفوا هين ديما بخير ديال طلعني ديما بخير مع وليداتها ودويرتي وبخير اللهم لك والحمد لله. وغادي تضحكي ومع ثاني ونزيد نضحكوا ماشي طلعني هذه الخطره تقولي لهم طلعني ديما طلعني طلعني طلعني. شنو نقول للمشاهدين اليوم؟ طلعوني باش نطلع طلعوني باش نطلع القناه ديالي ان شاء الله وتعاونوا معايا الله يجازيكم الله بخير على قبل ثلاث الوليدات اللي عندي وذاك العقل اللي كان ديال الصغر ماشي هو ديال دابا، وانا راه جمعت راسي وما كرهتش انايا نكون فحالي فحال عباد الله، كنت انا بخير نخرج وليداتي كنت انا يا زعما مزيانه حيت انا كنمشي كنترزق على الله في النافوره والله يشوف شوفوا من حالنا الله يشوف من حالكم. ربما ديري فيديوهات لتعليم النقش؟ ها نديرهم ندير التعليمات ديال النقش
تبارك الله عليك الاخت هند، كنظن بان الرساله واضحه، وكنتمنى انكم تعرفتوا على هند المحبوبه، الهند الطيبه ديال اليوم ماشي ديال 2016 كيف ما كنا واخدين عليها ديك النظره السابقه. وكنتمنى حتى نتوما تفاعلوا معها ونطلعوا لها القناه ديالها، قناه ديال هند طلعني. شكرا لكم على حسن التتبع، كانت معكم مريم فساحي، خلف الكاميرا حمزه بوقنادل، لنا الصوره ولكم التعليق. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.